تمام، انا عندي 3 بروجكتس في العاصمه. عندي اول مشروع، ده المشروع السكني بتاعي، ده اسمه سويني كومباوند، ده في الار 7. وعندي الستراب مول بتاعه اللي هو ده مول دي في، ده برضه في الار 7. وعندي اليت مول، هو واحد محور الامل، في دخله محور الامل بالظبط، اول ميدان في الام يو 23 قطاع اي 3. تمام، خلينا نتكلم الاول على الكومباوند. انا الكومباوند عندي مبني على 11 فدان، بنية 12 عمارة على 11 فدان. عندي كل العماير أو كل الشقق واخدة فيو. عندي أول فيو ده على محور الجامعات هنا، ده أول فيو. عندي فيو على محور الجامعات، ده شارع عرضه 80 متر. وعندي الفيو التاني على الممشى السياحي، ده عرضه 40، طول 1600 متر. عندي مدخلين للكومباوند، ده أول مدخل وده المدخل التاني. تمام، عندي underground parking attached بالبيلدينجز. وطبعا أنا عشان من الطرح المميز، فأنا خارج سور المول، فأنا المول الخدمي بتاعي خارج سور الكومباوند. أول حاجة، أنا اللوكيشن بتاعي من البرايم لوكيشنز. الار 7 متقسمة ل 42 قطعة أرض. لو بصينا على الماب هنلاقي 11 قطعة أرض منهم باللون الأحمر، انا من ضمن قطع الاراضي الطرح المميز. والطرح المميز بيكون كل الكومباوند واخد واجهه، زي ما قلنا واجهه على محور الجامعات، واجهه على الممشى السياحي. تمام، ده بالنسبه لللوكيشن. انا جهاز العاصمه مديني ابني على 22.5%، انا بنيت على 15% ووزعت الباقي كله على الفاسيليتيز واللاندسكيب. يعني عندي 85% متوزعين على الفاسيليتيز واللاندسكيب. التايبس بتاعت البيلدينجز، عندي ده بيلدينج سيبريت اسمه AS1، عندي A2 A3 A4 A5، عندي B1 B2 B3 B4 D1 D2 وبيلدينج C. تمام، احنا بنتكلم ان احنا ارضي وسبع ادوار. عندي بيلدينج AS1 الدور شايل 5 وحدات، عندي في بيلدينج D1 و D2 الدور شايل 5 وحدات، وعندي في بيلدينج سي الدور شايل 5 وحدات. حطيت في الكومباوند، مع انه هو كوزي كومباوند مش ميجا بروجكت، حطيت فيه كل الفاسيليتيز اللي ممكن كلاينت او ريزيدنت يحتاجها. عندي سويمنج بول انحداره 11 متر، عندي جاجينج تراك اللي باللون الاحمر، ده بطول الكومباوند كله. عندي ووتر فيتشرز ولاندسكيب، عندي 2 سيتنج ارياز، وعندي 3 كيدز اريا، عندي سويمنج بول صغير. بالنسبه للكلاب هاوس، انا جيت في بيلدينج AS1 اللي هو ده، عملت جيم وسبا بانوراما فيو على السويمنج بول الصغير. وجيت في بيلدينج B4 اللي هو ده، عملت بزنس كومبلكس بوسس بانوراما على السويمنج بول الكبير. بزنس كومبلكس متجهز بأعلى فايبر لينز للانترنت، في ميتنج رومز، في مكتبه. تمام، نسبه التحميل عندي من 18 ل 22.5%، ودي من اقل نسب التحميل الموجوده. وصل نسبة إنشاءات فوق 75%. وأرادي أن الكومباوند عندي كله كان سولد أوت بالكامل، بس طرحت بعض الوحدات للبيع. عندي ستارت المساحات بيبدأ من 115 متر، دول بيبقوا غرفتين. بعد كده عندي من أول 146 لحد 212 ثلاث غرف، طبعا أدوار مختلفة. وعندي أرضي بجاردن. سعر المتر بيبدأ معايا نص تشطيب من 12,000 قبل أي خص. وطبعا لو عايزين نشطب بنحط 2.5 زيادة على سعر المتر. الصيانة 10%. وعندي نظام السداد، بندفع 10% على 6 سنين equal installments بخصم 10%، أو 15% على 7 سنين خصم 5%، أو 20% على 8 سنين equal installments من غير خصم.